حصريا على موقع اذبح يا جزار صحبة الندامة يا ما انا شفت منكو يا ما خاينين وبالأمانة ما شفتش منكو غير الأخصام بداري كل واحد من دلوقتي هبقى جاحد خلاص راحتكو فاحت بسرعة فوق من الأوام هو انتو معديش قالكو على مشاكلكو ولا انتو فاكرين ان انا كده اصفالكو من الاخر قاعد اجمع كده نصايبكو الحل الواحد ان الواحد ياهنكو طب قولي يا زمالة دماغكم ليه مش شغالة ما شفتش غير زبالة بصراحة كلكو تستعملوا الحد انسان عليه تدوسوا لو فيه مال تفوتوا بوسوا لو من غيره تنوسوا انتوا اخركم معايا الخط طيب انت اللي بعدتي ليه واخترتي انك سايباني لوحدي وحيرتي ما انت اللي اخترتي حياتك وتغيرتي اسف اني اقولها لك فعلا درتي بنات بقيت لايمة لا وكمان بنتي لذينة عايشين ادور في سيما قولولي بس انا هعمل ايه ما انتو شوية مظاهر بتتغيروا في المناظر عايشين في دور مناظر عرفت انا بعتك اصلا ليه طبعا كلكو عارفين انا من دلوقتي ما انا فوقتي خلاص ما بقتش بضيع وقتي في الاخر كلكو تمشوا عيشها براحتي مش عايز حد انا فيكو عارف مصلحتي حياتي جوا دي نفسي انا الاقي مرة حية مسجون انا في بيا حرام والنبي طلعني بقى ادوني فرصة تانية انا والله هفوق في ثانية حياتي ايوة فانية داخل جوا المشنة وياضي تفك الحكم شوية عليا ودي اخر دمعة بجد خلاص في عينيا ربك هو الواحد اللي عالم بيا حربت بجد هجيب كل اللي عليا هتشوفوا شغل اكشن ده الجزار يا برودكشن لو هنسي يا تكشن ده صعب جدا في المجال انجاكس عليكو حملة خيركو ما هتشوفوا مغامرة طرق نور وانتو دلنا كلكو بالنسبة لعيال نختم وبننهي القصة بألف تحدي صدقني زميلي محدش هنا يعدي احنا الرشاش والقلي مننا يصدي انا مخ انا طاير مني وصاحبي تهدي انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات.com